سياج إسرائيل الأمني ينهار والقبة الحديدية تقف عاجزة، شلل يضرب نظام الإنذار، فشل استخباري كبير، وانهيار تام لمنظومة الدفاع من الضربة الأولى. في غزة الاستخبارات الإسرائيلية في الفخ، وعنصر المباغتة يهز تل أبيب. تم التخطيط لهذه العملية على مستوى القيادة بتكتم شديد، لم يعرف المقاومين عن أنفسهم. الهدف من المناورات أو حجم الهدف منها بشكل أدق، بقيت تفاصيل العملية سراً عن مستويات الصفوف المتوسطة والأقل منها، خشية وقوع أي تسريب. فأظهرت حماس قدرات خارقة للعادة في التنسيق والأمن، عندما حضرت ورفضت عملية بهذا التعقيد الهجوم من كل المحاور، براً وبحراً وجواً. إسرائيل تحاول تدارك أمرها ولملمت شتاتها بسفك أكبر عدد ممكن من الدماء، لكن هاجسها الأكبر الآن هو توقيف الاستجابة لنداء حماس بحمل السلاح وتجنب انفجار الأوضاع في رام الله، وربما زحف عناصر حزب الله المدججين بالسلاح عبر الحدود الشمالية مع لبنان. ما جرى عند حدود قطاع غزة أقرب إلى الحلم، ويوم تاريخي انكسرت فيه صورة إسرائيل القوية أمام العالم. مرحبا بكم.